بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. سوف أعيد درسا لأنه بداية أو أساس أيضا في تعلم درس اليوم. الدرس هو los pronombres personales de sujeto. Los pronombres personales de sujeto. Los pronombres personales de sujeto. تعرفون ما معنى؟ إذا أنا، أنت، هو، هي، نحن، أنتم، أنتن، هم، هن إلى آخره. في الإسباني يقابلها الأشياء التالية. سوف أشرح في العربية. إذا جو، أنا عندما أريد أن أقول أتكلم عن نفسي أقول أنا جو. أنت أو أنت بو، هو ال، هي أديا. أستاذ، قلنا بأنه أستاذ عندما نريد أن نتكلم مع شخص ولكن باستعمال يعني باحترام، نحترم شخص عندما نتكلم مع شخص باحترام with the respect con respect avec respect con el respeto. Nosotros، نحن. في الإسبانية لدينا نحن جمع مذكر سالم ولدينا جمع مؤنث السالم ليس كالإنجليزي. ويقابلها nosotros و nosotras. Vosotros، vosotras. You، أيضا يعني جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. Ellos، هي، they، لي، plural. Ellas، لي، إناث. وأستاذ عندما نريد أن نتكلم مع مجموعة من الأشخاص باستعمال الاحترام. يسمى في اللغة الإسبانية los pronombres personales de sujeto. أنا، أنت، هو، هي، نحن إلى آخره. الآن سوف ندخل في الموضوع. سوف ندخل في شرح. سوف ندخل في شرح. سوف نتكلم. الآن سوف ندخل. سوف نناقش los verbos regulares. Los verbos regulares en el presente del indicativo. حاولوا كتابة هذه الجملة. Los verbos regulares en el presente del indicativo. 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 الكتابة أيضا لغة. الكتابة أيضا لغة. وكمجموعة من الأشخاص يتكلمون اللغة بطلاقة. إذن los verbos regulares en el presente del indicativo. Es un modo. هذا mod. Model. Is a model. لدينا في بالنسبة للأفعال لدينا مجموعة من model. بين model لدينا indicative model. Indicativo. Modo de del indicativo. ولدينا subjuntivo. ولدينا imperativo. Subjunctive. Imperative. إلى آخره. هناك models. I models. يعني models. من بين وهذا المودو نتكلم دائما في الحاضر. هذا هو مودو يعني العادي يسمى simple. يعني عادي. مودو العادي. يعني ما الحاضر. إذن encuentro entre dos amigos Antonio y José. ¿Qué es de tu vida ahora que no trabajas? Pues. الأفعال التي سوف نناقشها الآن في هذا الدرس كتبتها بلون آخر. إذن trabajas. Trabajas. إذن الفعل هو الفعل هو الفعل هو trabajar. الفعل هو trabajar. لأننا اليوم نتكلم عن الأفعال التي تنتهي بآر. سوف نكتب لشخص أفعال أخرى. لو نتكلم عن الأفعال التي تنتهي بآر.
إذن trabajar. لدينا أيضا desayuno. إذن trabajar تعرفون desayuno. إذن الفعل desayunar. إذن الفعل desayunar. الفعل desayunar. الفعل desayunar. لدينا escucho. إذن الفعل آخر escucho وهو escuchar. Muy bien. الفعل الآخر هو pintar. Bueno. Pintar. الفعل الآخر هو ayudar. الفعل الآخر هو echar. حاول كتابة echar. سوف نرجع ونعرف لماذا هذه الأشياء. سوف نعرف لماذا. الفعل الآخر pasear. الفعل الآخر pasear. الفعل الآخر pasear. هنا غير مصرف. إذن هنا أيضا infinitivo. الفعل الأخير هو llegar. الفعل الأخير هو llegar. Muy bien. هنا ¿Qué es de tu vida ahora que no trabajas? أتركه هذا الشيء. يعني شخص يسأل صديقه ويقول له ¿Qué es de tu vida ahora que no trabajas? نعم. Que no trabajas. إذن يسأله صديقه. إذا ماذا يقول؟ من يجيب الآن؟ يجيب يقول له por las mañanas me levanto tarde, desayuno, leo el periódico. إذا من يتكلم الآن؟ por las mañanas me levanto tarde, desayuno, leo el periódico, escucho la radio. من يتكلم؟ شخص ثاني. إذا es un encuentro entre dos amigos, Antonio y José. إذا من يتكلم؟ إذا من يتكلم؟ إذا يتكلم خوسيه ليس أنطونيو. خوسيه. يتكلم خوسيه. مكتوبة في أول الجملة. نعم. إذا por las mañanas me levanto. أستيقظ. por las mañanas me levanto tarde. أستيقظ متأخرا. أتناول وجبة الفطور. إلى آخره. إذن هنا هل أنا أنت هو هي أم نحن؟ يعني البرونومبري بيرسونال بتاع هذه الجملة. Por las mañanas me levanto tarde. Desayuno, leo el periódico, escucho. إذن أنا. إذن أنا يقابلها في اللغة الإسبانية. ماذا يقابلها في اللغة الإسبانية أنا؟ إذن ماذا يقابلها في اللغة الإسبانية؟ يقابلها جو. عجيب. إذن جو desayuno. جو escucho. جو pinto. إذن لسه بيتكلم. جو ayudo. إذن ماذا حدث للفعل هنا؟ إذن ماذا فعلنا؟ الفعل هو trabajar. هو desayunar. الفعل هو desayunar. أزلنا ار desayun وأضفنا او وصرفناه في la primera persona del singular. إذن جو desayuno. إذن القاعدة ماذا تقول؟ إذن القاعدة ماذا تقول؟ بالنسبة للأفعال los verbos regulares en el presente indicativo en la primera persona agregamos اكتبوا هذا الفعل agregamos ما معنى agregamos؟ إضافة نضيف. برافو. إضافة نضيف agregamos نضيف agregamos تعني نضيف إضافة. agregamos al radical. radical نضيف إليه أو في la primera persona del singular. desayuno trabajo escucho ayudo ando إلى آخره. amo hecho. الآن نذهب إلى شيء آخر para poder conjugar el verbo desayunar en el presente del indicativo hay que agregar al radical o. هذه بصيغة أخرى سوف أشرحها بطريقة أخرى. نتحدث عن الأفعال
نتحدث عن الأفعال التي تنتهي بـ R، ونتحدث عن los verbos regulares، أفعال منتظمة التي لديها قاعدة واحدة لا تتغير. إذن المثال الموجود في التكست: كيزي تو في دارا كنو ترابخاس بو لاز مانياز مي ليفانتو تاردي دي سايونو سايونا، تناول وجبة الفطور. الفعل هو دي سايونا. ماذا نفعل في الفعل دي سايونا؟ دي سايون، نحذف الار إذا أردنا أن نصرف في البريسنتي ديل إنديكاتيفو، يعني في الحاضر. نتكلم الآن، تكلم عندما تتكلم في اللحظة التي تكون تتكلم فيها. إذن ديسايونو ماذا نضيف؟ نضيف له في لا بريميرا بيرسونا ديل سينجولار او. إذن ماذا؟ Por las mañanas me levanto tarde, desayuno. Leo el periódico, escucho la radio. Escuchar. Escucho. Escuchar. Pinto un poco. Pintar. نفس القاعدة. Ayudo. Si sigue las tareas de la casa. إذن الآن سوف نذهب. قلنا مثلا hablar. الفعل radical. هو نترك الراديكال ونضيف او. انت تحذف ار وتضيف او. اوكي، انا الان سوف اكتب لكم جميع القواعد. اذا ناخذ ابلار ونضيف له او، اس، ا، اموس، ايس، ان. هذه هي القاعده بصفه عامه. اذا ماذا يصبح؟ ابلو، ابلاس، ابلا، ابلاموس، ابلايس، ابلان. إذا قلنا صرفوا الفعل hablar في nosotros، ماذا سوف نكتب؟ ماذا نضيف؟ amos، نضيف amos للراديكال، نضيف amos للراديكال في nosotros، نضيف amos للراديكال. إذا أعطي لنا مثلا الفعل hablar وقالوا لنا صرفوه في nosotros، ماذا نضيف؟ ماذا يكون التصريف؟ نوسوتروس، في نوسوتروس ماذا نكتب؟ نوسوتروس، نوسوتروس ابلاموس، نوسوتروس ابلاموس، نضيف اموس للراديكال. اذا قلنا جو و قلنا اسكوتشار، ماذا سوف يكون الجواب؟ اذا قلنا جو وقلنا اسكوتشار، ماذا سوف يكون الجواب؟ نحن نتكلم عن الافعال ريغولار. اسكوتشو، اسكوتشو، اسكوتشو. الان سوف نرجع الى التكست وسوف اطرح سؤال في التكست. Encuentro entre dos amigos Antonio José. ¿Qué es de tu vida ahora que no trabajas? في هذه الجملة ما هو pronombre personal؟ هل جو، تو، ال، ادي، وستي، نسطرس، نسطرس، ادي. نتكلم على الراديكال. اريدكم ان تتعودوا كتابة راديكال، كتابة انفينيتيو، كتابة فيربو، كتابة. لهذا الغرض أطرح أسئلة لتكتبوا راديكال زائد آس، لأن هناك راديكال زائد آس، لأن هناك في الجملة إلى آخره. إذن هنا كيس دي تو في دارك كينو ترابخستو، يتكلم مع صديقه. إذن كيس دي تو في دارك كينو ترابخستو، أنت تكلم مع صديقه. إذن صديقه يتكلم ويقول por las mañanas me levanto tarde desayuno. أنا جو desayuno، جو escucho، جو pinto، جو. الآن هل عرفتم الفعل المشار إليه هنا؟ هل عرفتم هذا الفعل؟ هل يمكنكم أن تكتبوه في الانفينيتيفو؟ ما هو؟ هل يمكنكم كتابته الآن في الانفينيتيفو؟ اتشاموس، اتشاموس، اجبنا ب اتشار، الكل اجاب ب اتشار لاننا شرحنا القاعده، لانه اتشار والراديكال نضيف له اموس. اذا ما هو برونومبر بيرسونال؟ اتشاموس، ما هو برونومبر بيرسونال بتاعه؟ اذا نوسوتروس، 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 نوسوتروس.
إذن عندما يكتب دي سايونو نعرف أنه جوي دي سايونو، الشخص يتكلم. عندما يكتب مثلا اسكوتشاموس بسطروس، إذن بسطروس. إذا كتبنا مثلا أبلو، إذا كتبنا أبلو جو، وراجع معكم الآن، إذا كتبنا أبلو جو، إذا كتبنا أبلان أبلان، إذا كتبنا أبلان. لا، القاعدة الشكل الآتي هي أمامكم. إذا قلنا ترباخان، إذا قلنا ترباخان، سوف أشرح مرة أخرى، سوف أشرح مرة أخرى. لدينا الفعل ترباخار، ترباخار، لدينا الفعل ترباخار. القاعدة تقول سوف نضيف لترباخ الراديكال ترباخ، سوف نضيف له أو أس أ أبوس أيس أن. أوكي، أو أس أ أبوس أيس أن، موي 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 فاسيل. إذن ماذا يصبح ترباخو؟ ترباخاس، ترباخا، ترباخاموس، ترباخا، ترباخو، ترباخاس، ترباخا، ترباخاموس، ترباخايس، ترباخا. الفعل هو ترباخا، الراديكال هو، سوف أعيد مرة أخرى، الفعل هو ترباخار. كيف نصرفه؟ نحذف الآر ونضيف أو أس أ أموس أيس آن، يصبح الفعل الشكل الآتي: ترباخو، ترباخاس، ترباخا، ترباخاموس، ترباخايس، 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 إي ترباخا، إي ترباخا. الآن أي فعل ريغولار للبريسنتي ديل إنديكاتيفو طبقوا عليه هذه القاعدة. هنا في التكس لدينا مجموعة من الأفعال، ديسايونار يخضع لهذه القاعدة، ترباخار يخضع لهذه القاعدة، ترباخو، ترباخاش، ترباخا، ترباخاموس، ترباخايس، ترباخان، ديسايونو، ديسايونا، ديسايونا، ديسايوناموس، ديسايونايس، ديسايونان. اسكوتشو، الفعل هو اسكوتشار، اسكوتشو، اسكوتشاش، اسكوتشو، اسكوتشاموس، اسكوتشاش، اسكوتشان. بينتو، بينتاس، بينتا، بينتاموس، بينتاس، بينتان. ترباخو، ترباخاش، ترباخا، ترباخاموس، ترباخايس، ترباخان. أو أس أموس أيس أن، أو أس أ أموس أيس أن، أو أس أ أموس أيس أن، أو أس أ أموس أيس أن. سوف نذهب لنكمل ونتعرف على معاني أفعال أخرى، يعني regular and present indicative، نعرف معانيها. إذن شرح الشكل الآتي: أمر، ما معنى أمر؟ ما معنى أمر؟ ما معنى أمر؟ نعم، أمر تأتي من أمر، أمر هو الحب، يعني الحب، نعم، love. أندار، ما معنى أندار؟ ما معنى أندار؟ سوف نشرح أندار، وهو المشي، يعني يمشي السير، نعم، أندار، أندار. أغريغار هي أجوتي، مشي، أندار هي المشي. بايلار، ما معنى بايلار؟ رقص، نعم. كامينار، كامينار، كامينار هي أيضا، هي أيضا تعني السير، تعني السير. كامينار، كامينو، كامينو يعني كامينو، أذهب على أقدام، أذهب على الأقدام. كامينار يعني المشي أيضا. أضيف آخر، كانتار، كانتار غناء، نعم غناء، شونتي. كومبرار، كومبرار نعم اشتري، اشتراء، نعم نعم اشتري فعل. كونتستار، 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 كونتستار يعطي إجابة، نعم يعني إعطاء إجابة. contestar يجيب، contestar ما contesta. desear، desear ما معنى desear؟ نعم نعم desear ما معناها desear؟ ليس هناك responder، لا نقول responder، الفعل هو responder، ولكن هناك هناك responder تعني مثلا يعني
أريف لي كونتيستار. ولكن في الإسبانيا هناك أماكن نضع فيها كونتيستار لا يمكن أن نضع فيها ريسبوندير، أماكن أخرى يمكن أن نضع ريسبوندير ولا نضع كونتيستار. هذا هو الفرق. نعم دي سيار، نعم الرغبة ديزاير، نعم دي سيار. اوكي امار اندار بايلار كامينار كانتار كومبرا كونتيستار دي سيار انترا اسكوتشار، نعرفه الان. استوديار، نعم الكل يعرف اسكوتشار. استوديار الكل يعرفها الان. نعم استودياموس، استودياموس نوتروس، استودياموس la lengua española. Hablar. Yo escucho la radio cada mañana. Yo estudio inglés. Hablar. Yo hablo muy bien árabe. Invitar. Invitar. El ideo. Bien, invitar. Invitation. Invitation. Yo invito a mis amigos. Llegar, perdón, llegar, me mena, y hacerlo. Nam, lo sol, lo sol, lo sol, lo sol. Mechelen, men jaa mucha ajeran, vete sofa yakcho, llego tarde, llego tarde, hoy, llego tarde, salto mucha ajeran. Necesitar. 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 يعني أنا في حاجة محتاج. نعم. 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 محتاج في حاجة. Necesito estudiar más la lengua española. محتاج أن أدرس اللغة الإسبانية أكثر. Más. Más. Necesito estudiar más. Practicar. Practicar. Omarasana. Praxis. Yo practico deporte cada jueves, por ejemplo. Omaras orriada. Kula jamis. Preguntar. Preguntar. Suel, ¿no? La pregunta. Preguntar. Siempre yo pregunto sobre los cursos. دائما أسأل يعني عن الدروس. Los deberes. Siempre pregunto sobre los deberes, por ejemplo. يعني el homework. Preparar. 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 Yes. Mi madre prepara una tarta deliciosa. Ok. Regresar. Hablar, invitar, llegar. O son necesitar, practicar, preguntar, preparar, regresar. ¿Me mena? Regresar. Regresar, la auda, regresar. Regreso en el ocho. Regresar, la auda. Tocar y el lems, tocar y el lems, nam. Tocar. تكار وهي اللمس. تكار اللمس. وما هو اللمس باللغة الإسبانية؟ وما هو اللمس باللغة الإسبانية؟ اللمس مرادف اللمس التاكتو. Los cinco sentidos son la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. تمار. تمار ما معنى؟ تشيك أخذ. Lo tomo, fumo por la tarde. Trabajar, trabajar. سهل جدا نعرفها. و visitar, و visitar, visitar. Amar andar, bailar, caminar, cantar, comprar, contestar, desear. Entrar, escuchar, estudiar, hablar, invitar, llegar, necesitar, practicar. Preguntar, preparar, regresar, tocar, tomar, tomar, trabajar, visitar. Preguntar, preguntar, echachmina la pregunta. Echachmina la pregunta o suel. O suel. Preguntar, y es el. Caminar,
كامينار يعني المشي، كامينار المشي، مش مشي كامينار، كامينو كامينو سيمبري ان الفيرانو بور لا نوتشي، دائما في الصيف يعني احاول ان امشي. كانتار يعني الغناء، كونتستار اجابة، بايلار رقص، التاكتو لمس. أمار أندار بايلار كامينا كانتا كومبرا كونتستا دي سير انترا اسكوت شار استوديا رابلار ان ديتا جيغا نسيسيتا براكتيكا تريغونتا preparar, regresar, tocar, tomar, visitar, trabajar. Vale, por ejemplo, dices, Zacarías, dices, me gusta comer plátano, me gusta el plátano, me gusta cómo hablas, me gusta el verano, me gusta la manera cómo trabajas, me gusta la zanahoria, me gusta. عادي شيء تقول أنه أحب هذا الشيء، عادي عادي. me gusta ir al cine، أحب الذهاب إلى السينما، أحب المطالعة، أحب طريقة كلامك، أحب أن أسافر دائما في الربيع، أحب أشياء عادية. me gusta لما تقول me gusta شيء، me gusta. بالنسبة للكارير نقول مثلا كيرو، كيرو تقال مثلا سوبري تودو يعني في الغالب تقال مثلا لأشخاص، في الغالب تقال لأشخاص. شخص مثلا ترتاح معه تقول له جو كيرو، جو كيرو مثلا، تي كيرو تقول لها te quiero mucho. quiero mucho، هناك فرق بين gustar و querer شيء، يعني querer أكثر من gustar. gusta تقولها عادية، gusta، لكن quiero درجة أكبر من gustar. وأمار شيء آخر، أمار واضحة، أمار واضحة. لا يمكن مثلا أن تقول الحب، يعني الحب يمكن أن تقوله لأشخاص محددة مثلا، أمور بدون إر، بدون إك. لا يمكن أن تقول أحب لجميع، أي شخص تقوله مثلا سي سي أموري إيطاليانو سي. يعني بالنسبة للحب لا يمكن أن نقوله لأي شخص مثلا، هناك أشخاص محددين يقول أحبك، لا يمكن أن تقول أحبك لأي شخص، لا يمكن. إذا هذه واضحة وضوح الشمس، هذه واضحة وضوح الشمس. بالنسبة لكيرير درجته أكثر من غوستار، بالنسبة لغوستار شيء عادي، مي غوستا إيسو، مي غوستا كومو هابلاس، مي غوستا لا مارينا دون كومو بيبيس إلى آخره. مثلا trabajo، لم أفهم. مثلا los padres يمكن تقول له أحبكم، أحبك أمي، أحبك أبي، أحبك أخي، أحبك زوجتي، أحبك زوجي. مثلا escucho مثلا la radio، escucho la radio، أستمع، استماع، أستمع، أستمع. trabajo، فهمتم القاعدة؟ o hacemos es an très facile، muy facile. نضيف إلى الراديكال أو أس أ أموس أيس أن، بس برونومبرس بيرسونال دي سوخدو تعرفونها جو تويت